طبعا نظرا للأحداث اللي بتحصل لإخواتنا والحروب، فأنا مش هقدر أهزر زي الفيديوهات اللي انتم متعودين عليها من الجد قشة. وربنا يرحم كل الشهداء يا رب، ويا رب السنة الجديدة السلام يعم على أرجاء العالم كله. وبعتذر عن الفترات اللي فاتت اللي كنت مقصرة معاكم فيها، بس أنا هرجع لكم بفيديو قوي مليان مفاجآت كلها أحلى من بعض. كل سنة وانتوا طيبين. يلا بينا نشوف توقعات السنة الجديدة هتكون ايه. برج الميزان، انت السنة ديت يا برج الميزان، عارف انت المثل اللي بيقول ايه، ما ضاقت الا ما فرجت، الا ان السنة دي 2024 عندك بداية جديدة وشخصية مختلفة، وده بسبب تأثيرات الكسوف والخسوف اللي هتحصل في بيتك الاول برج الميزان وبين بيتك السابع برج الحمل. وكمان هتكون منفتح على علاقات جديدة مع تحرك كوكب المشتري من برج الثور بيتك الثامن لبرج الجوزاء بيتك التاسع، خصوصا في النص الثاني من العام بتاريخ بالضبط 25/5/2024. ده هيفتح لك يعني فرص جديدة وتوسعات كبيرة ما حصلتش من 12 سنة فاتت، وحلول جذرية لمشاكلك كلها في كل علاقاتك، يعني الجميع المشاكل سواء بقى في علاقات عملية، في علاقات عاطفية، في الأسرة، في العيلة، شوف يعني عندك في كل حاجة، لو أي مشكلة عندك بتواجهك هتلاقي حل جذري ليها، حل نهائي. ويمكن كمان يعني نفرح بيك السنة ديت، وخصوصا العازبين منكم يا برج الميزان. كمان هقول لك كلمتين بس انت مش هتصدقهم غير لما تشوف في عينيك. ان شاء الله السنة ديت هتحقق ثروة بالمعنى الحرفي، وخليك فاكر الكلمة دي، لان بعد 12 سنة عناء وتعب هتقدر تكسب فلوس دلوقتي السنة دي بأقل مجهود. يعني انت مش هتقدر تعمل مجهود كبير جدا زي ما كنت بتعمل في الاول، لا بأقل مجهود خالص هتقدر تكسب مبالغ طائلة، وكمان احتمال تدخل في اعمال جديدة ومختلفة وتوسعات كبيرة في مجال عملك ايا كان، يعني العمل بتاعك ايا كان، بس كل دوت هيكون بأقل مجهود لانك من الاخر كده من اقوى الابراج حظا طول السنه. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين يا برج الميزان، وان شاء الله تكون سنه سعاده وجمال عليكم يا برج الميزان. باي باي.